والمزيد ينضم إلينا الآن عبر سكايب من بيروت المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو. أهلا بك معنا سيد ميغيل بوينو. يعني في البداية دعنا نبدأ بالإعلان الأهم من قبل الاتحاد الأوروبي في محاولات في ظل محاولات الضغط على روسيا. الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيتخلص من اعتماده على الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، يعني في خلال عام، للتأثير طبعا على روسيا. ولكن هذه الحرب كما نرى وكما نعرف هي سريعة، والخسائر ترتفع كل يوم إن لم يكن كل ساعة. ما هو توقع الاتحاد الأوروبي لقدرة هذه المحاولة الجديدة للتأثير على روسيا قبل تفاقم الوضع في أوكرانيا؟ أولا مساء الخير، شكرا جزيلا للاستضافة. نرى كيف يعني استخدمت دولة كبيرة وتمتلك أسلحة نووية القوة استخدمت القوة بالفعل لتحقيق أهدافها العسكرية في القارة الأوروبية. فبالتالي نحن نلاحظ بأن هناك اعتماد كبير عليها، على هذه الدولة وهي روسيا طبعا على سيد الطاقة. وبالتالي لا نعتقد أنه غير مقبول أبدا أن نعتمد عليها بهذه الطريقة، عندما نرى بأن لها تصرفا غير مسؤولا على سيد الدولي، ويعني وبما في ذلك من يعني من قبل باتجاه الدول الأخرى هي أوكرانيا. فبالتالي يعني هذه الخطوات الجديدة هي باتجاه تقليل خلال هذه السنة الاعتماد الكبير الذي لدينا على الغاز والنفط الروسي، ولكن أيضا يعني التخلص بشكل كامل من هذا الاعتماد بحلول 2030. هذه الإجراءات وهذه الخطوات والتدابير هي من ضمن التدابير التي كانت على الطاولة للاتحاد الأوروبي قبل هذه الأزمة حقيقة، يعني بما في ذلك بما يتعلق بما يسمى الصفقة الخضراء بتحول الأخضر وما إلى ذلك. ولكن الآن طبعا نحن في أزمة ونعيش في أوقات استثنائية وحاسمة، ونرى بأن يعني هذا الأمر أصبح أولوية أكثر إلحاحا إذا صح التعبير. أما فيما يتعلق بما يجري الآن في أوكرانيا والتطورات الأخيرة، لا أعتقد أنه هناك، أعتقد أن هذا القرار وهذه الخطوة والقرار سيأتي بالفعل من قبل القادة الأوروبيين غدا في فرساي في قمة أوروبية. أعتقد أنه لا يوجد هناك أي تراجع. نحن وصلنا إلى نقطة يعني مرة أخرى حاسمة في تاريخنا، ونرى بأن لا يمكن أن يكون هناك اعتماد على روسيا على هذا الصعيد الاستراتيجي يعني. والأمر يتعلق بالفعل باستغلالية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف على صعيد الطاقة وعلى صعيد الاقتصادي وعلى صعيد الدولي في نهاية المطاف، لأنه طبعا هذا ملف استراتيجي بالفعل لنا وللقادة الأوروبيين كذلك. طيب أنت تقول أن هذه يعني هي خطوة من خطوات كثيرة ربما يتخذها الاتحاد الأوروبي، هل هناك خطوات أسرع بإمكانها التأثير على الوضع الحالي على الأرض في أوكرانيا، بما أن يعني نسمع تصريحات خصوصا من الرئيس الأوكراني بأنه يعتقد أن الغرب خذله في هذه الحرب؟ الاتحاد الأوروبي فعل كل ما يمكن أن يقوم به منذ بداية الأزمة باتجاه الشعب الأوكراني والسلطات الأوكرانية. علينا أن ننسى بأن الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا، نحن تكاتل سياسي واقتصادي، وبالتالي نستخدم الأدوات التي متاحة لنا بما في ذلك العقوبات. ونحن اعتمدنا أشد عقوبات في تاريخنا باتجاه دولة ثالثة هي روسيا طبعا، تشمل تدابير تقليدية شديدة للغاية. يعني لنا نذكر بأن هي مثلا تشمل عقوبات ضد أهم البنوك وفصل هذه البنوك عن نظام سويفت، إضافة إلى ذلك يعني تشميد احتياطيات ونص احتياطيات البنك المركزي الروسي، تشمل أيضا عقوبات على الرئيس بوتين نفسه وسير لافروف وما يسمى النخبة الحاكمة في روسيا وما إلى ذلك. فعقوبات شديدة للغاية، وإضافة إلى ذلك لأول مرة في تاريخنا تم اعتماد قرار لتقديم أسلحة لدولة ثالثة وهي أوكرانيا تتعرض عفوا لعدوان عسكري لها. وإضافة إلى ذلك طبعا هناك عمل السيد الدبلوماسي لعزلت روسيا، وأصبحت روسيا بالفعل دولة معزولة على السيد الدولي إذا نظرنا إلى آخر تطورات على السيد الاقتصادية على سبيل المثال، وإسحاب بعض الشركات الكبرى من روسيا، والعمل الذي يعني نقوم به في الأمم المتحدة على سبيل المثال، أيضا في الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان. هناك أغلبية كبيرة من الدول في العالم صوتوا ضد هذا الحرب وضد هذا العدوان العسكري غير مبرر على دولة ثانية.
فهناك أمل مستمر على مجموعة من المستويات، ولكن مرة أخرى نحن لسنا تحالفا عسكريا. طيب في سياق مختلف هناك حديث يعني في وسائل الإعلام اليوم يتردد عن التباين في موقف الاتحاد الأوروبي في الأزمة الأوكرانية بخصوص اللاجئين طبعا، والترحيب غير المسبوق باللاجئين الأوكرانيين اليوم مقابل أزمة اللجوء السوري في عام 2015، كيف تفسر هذا التباين؟ نعم، ونحن ندرك بأن هناك صور ويعني حديث في وسائل الإعلام وفي وسائل بشكل عام حول المعايير المزدوجة كما نسميها إذا صح التعبير، ونحن ندرك ذلك تماما. الآن خليني أشير إلى نقطة مهمة هنا، يعني الاتحاد الأوروبي هي منظمة إقليمية في نهاية المطاف، لها صحيح نشاطات على الصعيد الدولي، ولكن بالآخر هي يعني أصبح أو أولدت كمشروع أوروبي تماما، ومنذ بداية هذا المشروع تمكنا من يعني تعزيز السلام على القارة الأوروبية. لأول مرة منذ سنوات وعقود هناك دولة ثالثة يعني تتمثل تحدا كبيرا على هذا الأمن والبنية الأمنية الأوروبية، وأصبحت هذه الحرب حربا أوروبيا يعني في نهاية المطاف، والحرب على أبوابنا. فبالتالي هناك إجماع واضح داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه أو حول ضرورة الرد على مجموعة من المستويات بما في ذلك لمساعدة اللاجئين ولتوفير مساعدة آجلة للاجئين. وهنا النقطة المهمة هي للاجئين الكل، يعني لا نتحدث فقط عن لاجئين أوكرانيين، وإنما أيضا عن يعني أي شخص اللي كان موجود بصورة قانونية في أوكرانيا والفارين من الحرب حقيقة نتحدث عنه. فيعني هذه مساعدة لا تميز بين الجنسيات، لا تميز بين أصول الناس، وإنما هي للجميع. فهذه هي قواعد اللعبة. يعني الآن هناك إجماع وهناك تضامن كبير لأن الحرب أصبحت حرب في القارة الأوروبية، ولكن مرة أخرى بالنسبة للقانون الأوروبي لا يوجد هناك فرق بين لاجئ سوري، لاجئ أوكراني، لاجئ عراقي وما إلى ذلك. السيدة القانونية ولا السيدة الإمكانية. واضحة الفكرة. أشكرك عبر سكايب من بيروت المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، شكرا جزيلا لك.